السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. مهم لقيتوني حنا يلا خارجين، يلا غنخرجوا، فقلت لكم شويه ديال الستوري مزربه في السرمه. المهم بغيت نذكركم بالكود برومو اللي دايره مع بريدج ديال اي ارتيكل من عندهم. جوست انا نخلي لكم لو سيت ديالهم، تقدروا ديروا الا بغيتوا تنقص لكم 10%، ديروا الكود برومو اللي هو جهاد 10 كيف العاده ويتنقص لكم. غير هو مع الاسف غدا غيسالي لو كود برومو، فمن الاحسن الا بغيتوا تستغلوا الفرصه تستغلوه من دابا. وجي عندنا الاميره لالا احسان. وبالنسبه لهاد الكسوه اللي سولتوني عليها، هذه من عند ان اس حجابي، حتى هما عندهم دي زارتيكل زوينين صراحه عجبتني بزاف. فوالا نخلي لكم لاباج ديالو. عفسي لي بغيتو تضحكوا عليا، انا نورمالمون كندير النظاظر بحال هاد الاخت بحال زينب، حتى انا ما درتش النظاظر. يعني جبوس من السادس وانا خصني ندير النظاظر نورمالمون، فين كنديرهمش من السادس فين كنديرهم؟ والله كنشري وصافي كيبقاو. شكون حالي مهم، لقيتوني قبل ما ننعس، قلت نبارطاجي معكم شنو الحاجات اللي كندير لوجهي. فما نكذبش عليكم، انا ما كنتش دي جوغ زعما كنهتم كاع بلي برودوي وكذا، حتى ما علينا. انا صراحه الحاجه اللي كنداوم عليها هو ليدغاتاسيون، هذا كنديرو بالنهار وهذا تحت العين بنهار وبالليل وهذا بالليل. فوالا هادو جاوا معايا، خصوصا هذا فريمون كيهيدراتي الوجه بواحد الدرجه واو. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. المهم لقيت وليت برونزي، تشوفوا. واصلا كنت باغا نتبرونزا صراحه، فكنحاول نزيد شويه نزيد نتبرونزا، كل مره نزيد نتبرونزا. ان شاء الله تكونوا كدوزوا وقيتات زوينين فيما كنتو. بغيت غير نذكركم بلو كود برومو ديال سالفي، اللي هو الكود برومو ديالي اللي هو جهاد 20، اللي كنقص لكم 20% من كل ارتيكل. ومع الاسف غدا غيسالي هاد الاستعمال ديال هاد الكود برومو، فكنتمنى انكم تستعملوه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، الا بغيتو نعاود نحط لكم لي زارتيكل اللي عندهم قولوها لي، نعاود نحطه لكم باش تاخذوا فكره. صباح الخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير، وتكونوا صحتو مزيان. المهم انا مع هاد الطبوس ما كانش مزيان. عندي واحد اختي كانت تفرج. كنت كيصور اختي زينب قول لها تصورني، تصور لكم الاوتفيت ديالي، ما بغاتش تصورني ما فياش. المهم علينا، بالنسبه للناس اللي كيسولوا ولا ديت النظاظر، هادو درتهم البارح، تختيتهم من تركيا من شيشلي مجديه كي شبونس 30 ليرة مكملاش 26 ليرة، 26 ليرة بالمغربيه شبونس 50 درهم، ياب 50 درهم وصافي. تلبسه كامله البارح، للاسف ما صورتهاش، تناود نلبسها ونصورها لكم. هي كامله من تركيا. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكسوه، راه من عند سالفي. نسيت البارح ما حطيتش لكم لي زارتيكل اللي عندهم، بالحق
ندخلوا لكم ديالهم انا ولا نخلي لكم لو سيت ويب ديالهم ديروا غير سويطه ودخلوا. اليوم ان شاء الله هو اخر نهار في لو كود برومو اللي دايره معاهم اللي هو جهاد 20 كتنقص لكم 20% كل ارتيكل ديالهم. ما نقدرش نستغلو اليوم حيت اليوم اخر نهار مي فريمون عندهم حوايج زوينين وصيفيين يعني بحال هذه فريمون خفيفه بزاف. انا بارطاجي معكم هادشي ديال البلاد هذا دازات والله الا مشات لي بالعربيه. هذا الدرا هذا كنسميوه العراسي في كتكون الخضر وداكشي كيقولوا له العراسي. بلاتي نشوف واش الباب مفتوح. شكون فيكم كتعجبو الطبيعة؟ هذا جوبونس منين كيجي الماء منين كيجي الماء. انا كتعجبني ديما الشجرة ديال الكرموس. لا 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 لا